24 الذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني. كان لافتا الانتباه أن السيد سعيد اليوم خلال إشرافه على موكب الاحتفال هذا بالذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، خطابه كان مكتوبا هادئا وخلا من اللمز والشتم للمعارضة الذي ربما كان الميسم الغالب، ميسم خطابات السعيد. شو الرسالة؟ لأنه هو الآن كأنه أمام عقل الدولة، ولذلك معناها اللسان لا ينفلت، معناها يضطر أنه باش يقرأ. وأنا أتصور طبعا هم ناصحينه بالشيء هذا، يقرأ نص مكتوب باش ما يخرجش على السياق العام، إن عادة الوقت اللي يرتجل باش يبدأ يسب ويقشتل معناها يمينا ويسارا. هو طبعا حريص على علاقة خاصة بالمؤسسات الصلبة، لأنه فعلا هو بدون حماية المؤسسات الصلبة لا يستطيع أن يستمر، ولا هو فما محاولة دؤوبة لاستخدام المؤسسة العسكرية. ولكن كما يقولوا وصلنا المرحلة، احنا كما يقولوا إنوف إز إنوف، يعني ما يمكنش أن تستمر هذه المرحلة المراهنة على هذا العبث وتوظيف مؤسسات الدولة، لأنه صار عبث بالدولة بيتم على كلمة. لأن المشكلة مش مع حركة النهضة ولا مع الأحزاب ولا مع الهيئات، المشكلة مع الدولة. الدولة ممكن تضيع لأنه البلاد ما فيهاش عقل الآن، وما فهمش منطق الدولة، وما فهمش منطق المؤسسات. اللي يحكمها الآن هو العبث بأتم معنى الكلمة، لا فهم وجهة ولا فهم سياسة ولا فهم منطق دولة. كل ما هنالك فهم روح انتقام وروح تشفي وتفكيك المؤسسات. عملية التفكيك سهلة طبعا، يعني قيس سعيد هو مشروع تفكيكي تقويضي، يستطيع أن يفكك ولكنه لا يستطيع أن يبني. طيب هو الآن بعد 5 سنوات من مرحلة الحكم و3 سنوات من حكم مطلق فردي كامل، ما الذي أنجزه؟ يعني إذا تشوف أنت تغيير الوزراء هذا الطايح قبل الوقف، معناه هذوما سينكل بهم تنكيلا واحدا بعد آخر، بما في ذلك النواة الصلبة المحيطة به، يعني النواة متاع الوزارات والأتباع معناها اللي عينهم في المواقع هذوك كله يتخلص منه. لا في أول محطة قيس سعيد يغسل يديه ويتخلص من أنصاره حتى قبل خصومه. هل اندرج في ذلك الإقالات الأخيرة؟ وزارة الداخلية الاجتماعية، وزير الدين، وزير الداخلية هذا كان من الدائرة مضيقة طبعا، وهو كذلك وزير الشؤون الدينية وقص على ذلك، والزاهي أيضا وزير الشؤون الاجتماعية. يعني هذوما وزراء يمثلوا النواة الصلبة المحيطة بقيس سعيد، ولكن أول صعوبة تعترضوا يحولهم إلى أكباش فداء يتخلص منهم. علاش؟ باش هو ما يتحملش المسؤولية. في حقيقة الأمر من يتحمل مسؤولية التعيين؟ هذوما كلهم وزراء قيس سعيد، وهو أصلا بنص الدستور الرئيس هو المسؤول على الخيارات وعلى السياسات وعلى الوزراء وعلى التعيينات. وبالتالي إذا فما انتقاد يجب أن يطال مباشرة قيس سعيد، أي تقصير وأي انحراف لا يتحمله لا وزير ولا مسؤول، يتحمله قيس سعيد مباشرة رأسا، لأنه هو الوحيد اللي يحكم في الدولة، ما فهم حتى حد يحكم معاه، لا فما وزراء ولا كتاب دولة ولا إدارة ولا أي شيء، هو الحاكم المطلق، المفتاح متاع الدولة بيد قيس سعيد. وبالتالي إذا كان الناس بيشلومه يجب يلومه رأس السلطة باعتباره هو المسؤول الأول والأخير على الخيارات والسياسات وكذلك على السلطة التنفيذية. إذن لا يؤشر إلى هدوء ربما تغير في الخطاب السياسي، هذا مستبعد بالنسبة لكم؟ نأمل ذلك، لكن ما شفتش أنا المؤشرات هذه. يعني اللي عودنا به هو معناه توسع وبش يدخل في حملة انتخابية. كيفش بش يدخل حملة انتخابية؟ بش يدخل الحملة الانتخابية بمنسوب وكم هائل من التوتر ومن السب ومن الشتم. وأنا أعطيك الوصفة السحرية أستاذ حسين، كيفش بش يعمل حملته الانتخابية؟ هو تو بش يعمل حملته الانتخابية تحت عنوان الدفاع عن السيادة الوطنية، على اساس انه عبد الناصر جديد. معناه الان قبل خدم قضايا مقاومه الفساد والثوره والدستور كتب على الجدران، الان ما عادش توكل الخبز هذا، الان باش يعمل لهم قصه جديده اللي هو ثوري عظيم وسيدافع عن استقلاليه القرار الوطني وكذا. انا في اطار هذا على اساس انه باش يغير اتجاه السياسه الخارجيه والدفاعيه لتونس. على كل حال انا نشوف ما فهمش مشكلة أن تونس تنوع علاقاتها الخارجية، نعم، ولكن الخشية أن تورط تونس معناه في الدخول في محاور، في محاور سياسية وعسكرية أكبر من حجمها وأكبر من إمكانياتها، ونحمل أعباء صراعات دولية نحن في غنى عنها. يعني هو وقت اللي تقول إحنا تونس لن تكون فيها شو اسمه قواعد عسكرية، طيب هذا كما يقول المجراب تهمز مرافقه. شكون اللي تحدث على الجانب هذا؟ تحدث على الجانب هذا طبعا الأمر تم تداوله في الصحافة الدولية على أساس وجود معناها ميليشيات معناها قوات عسكرية أجنبية في مطار جربة.
فهمني؟ والأمر هذا تداولته الكثير من وسائل الإعلام، وفندته قنصلية والسفير تونس في فرنسا في باريس. نفاه طبعا. ولكن الأمر هذا لشدة تداوله يعني يبدو من الصعب التشكيك فيه، ولكن هذا لا أستبعده، لأنه طبيعة النظام في تونس شبيه بالنظام اللي موجود في شرق ليبيا. يعني قيس سعيد هو شبيه بحفتر. شنو هو اللي عمل لحفتر؟ مشى جاب قوات أجنبية، هم في الحقيقة يستنجوا بقوات أجنبية ويمشوا للروس ولا يمشوا لأي جهة أخرى، مش بخلفية فعلا الدفاع عن القرار الوطني والتوسيع هامش الاستقلالية معناه في قرار الوطن، ولكن بخلفية البحث عن حماية جديدة، كما يعمل كثير من الأنظمة العربية الآن، كما يعمل السيسي في مصر مثلا، ولا يعمل شو اسمه حفتر في ليبيا. هم يبحثوا على حماية أجنبية، حتى بعض الدول اللي هي حليفة الغرب تبحث على شكل من أشكال الحماية الأجنبية، ولذلك أقصر طريق أقرب طريقة أن يجيبوا يعملوا يحلوا أراضيهم لقواعد عسكرية ولميليشيات وكذا. ربي يستر بلادنا من هذا. على كل حال لا نأمل أن تونس، ولا نتمنى أن تونس تدخل في محاور وتدخل في صراعات دولية وإقليمية أكثر من حجم هو إمكانية نحن مع استقلالية قرار الوطني. أنت ترى فيها توريط، لكن تنويع الشركاء، الذهاب إلى الصين، إلى كوريا وغيرهم، بعضهم يقول هذا تيسير لإرادة سياسية جديدة. يعني هذا موش جديد، أول شيء تنويع علاقاتنا. أنا تقريبا حتى وقت كنا في الخارجية من أولى الزيارات قمنا بها للصين، يعني الرئيس الصيني اللي كان في ذلك الوقت نائب الرئيس الصيني أنا التقيته تقريبا لمدة ساعة، والتقيت مسؤولين وانعقد معناها اللقاء العربي الصيني في تونس. علاقاتنا كانت مفتوحة أيضا مع مختلف الأطراف، معناها مع روسيا، مع كما هي مع القوى الأوروبية، مع الغرب، مع الشرق. فعلاقتنا كانت متنوعة مفتوحة، ونحن ما عندناش مؤاخذات في الجانب هذا، يعني وخاصة إذا كان علاقات مع دول عربية وإسلامية. ولكن الخشية عندنا هي في التورط في أحلاف، وأن بلادنا تفتح لقواعد عسكرية أجنبية وتصير فيها حروب بالوكالة. هل احنا مضطرين باش نعملوا الحرب نتاع الامريكان نيابه على الامريكان في تونس، او نعملوا حرب نيابه على الروس في تونس، او على اي جهه من الجهات؟ احنا في غنى عن هذا، لا نحب حرب بالوكاله على الامريكان ولا حرب نيابه على الروس. نحب بلادنا مستقله تدافع على قرارها الوطني، اذا كان ولا بد من التنسيق فهو يكون في اطار في العمق المغاربي. الاصل في الاشياء احنا نعمل على تعزيز علاقاتنا بالحزام المباشر، الحزام المغاربي، بعمقنا الافريقي، بعمقنا العربي. هذه الاتجاهات اللي لازم تتحرك فيها الدبلوماسية التونسية. نعم. بدرجة أولى خلال إشرافك كما قلت على موكب